السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا برنامج قوي جدا أو حزمة من البرامج اسمها بورتابل أبس، ده الموقع بتاعها. ده بيعمل إيه؟ ده بيسطب لي مجموعة من البرامج الأوبن سورس المجانية اللي مش محتاجة كراك ومش محتاجة باسورد وقوية ومنظمة، وبتكتب كل برنامج بيعمل إيه، وممكن تنزل بأكتر من لغة منهم اللغة العربي. ممكن تنزل كل برنامج لوحده، ممكن تدخل هنا في الأبس وتروح مختار البرامج اللي أنت عايزها، سواء العاب سواء برامج انترنت سواء برامج تشغيل فيديو، كل برامج اوفيس كلها بتشتغل بدون اي كراك ومن غير اي باسورد وما فيهاش اي حقوق ملكيه والحاجات دي كلها. تمام، كل واحد من دول تقدر تسطبه ومش محتاج اذن للتسطيب. يعني لو انت على الجهاز بتاعك في صلاحيات للاداره او للاي تي، لا هو هيشتغل بدون اي شكل خالص. طيب خليني افتح الحاجه اللي انا مسطبها. انا مسطب اللي هو الاساسي اللي انا اول ما بسطبه بيشغل لي قايمه زي قايمه ستارت كده، بينزل لي القايمه اهيت، وبقدر اقول له اوبشن وابدا اختار البرامج اللي انا عايزها من ابس اهوت. هقول له مثلا انا عايز اسطب برامج جديده، ابس جيت مور ابس باي كاتيجوري، بيفتح لي القايمه ويقول لي اختار البرامج اللي انت عايزها. وزي ما انت شايف القائمة تبقى موجودة هنا في كل البرامج، فتقدر تختار الحاجة اللي انت عايز تشغلها. تقدر مثلا تعمل كليك على اي واحدة من دول. تمام، مثلا عايزين مثلا مثلا دوت. تمام، هتقول له نكست يبدأ يسطبهولك، ولما تفتح القائمة ديت بتلاقي البرنامج موجود. ده مثلا بديل عن الفوتوشوب، ده مثلا بيفتح لك ملفات البي دي اف، ده بيعمل لك اشكال فيكتور قوي جدا استخدمته كتير. دي برامج بديله عن الاوفيس، كل البرامج دي مجانيه مش محتاجه كريك. تمام، هو بيبدا يسطبه اهوت بحيث ان انت تشغل على البرنامج دوت.